هناك سؤال دائما يتكرر من الاخوان والاخوات المتابعين، هل القهوه العربيه مفيده ام غير مفيده؟ طبعا جواب هني محدد عن القهوه العربيه اللي فيها مضاف لها بس قهوه عربيه وهيل او مسمار او زعفران، يعني ما اقصد القهوه اللي فيها مضافات مثل محليات او مبيضات او غيرها. القهوه العربيه مفيده جدا للاسباب التاليه: اول شيء تحتوي صفر سعرات حراريه، ما فيها صفر سعرات حراريه، بالتالي ما تزيد الوزن، كذلك ممكن تساعد اما تثبت الوزن او تقلل الوزن بشكل بسيط. المنفعة الثانية تحتوي على كميات كبيرة جدا من مضادات الأكسدة، مضادات الأكسدة هي مفيدة لنضارة البشرة ومناعة الجسم وتخلص الجسم من السموم. المنفعة الثالثة أنها تقلل نسبة الإصابة بالسكر عند الأشخاص. المنفعة الرابعة أن القهوة العربية تقلل نسبة تليف الكبد كما ذكرت لكم سابقا، وتحتوي على كمية كافيين أقل من أنواع القهوة الأخرى، بالتالي حتى لما تكثر أحيانا من تناولها ما تسبب لك لوعة ورجفة ورعشة كما هي أنواع الأخرى.